هيبقى حصة اليوم يا شباب بعنوان قانون الغاز المثالي وعلاقته بالكتلة المولية والكثافة. احنا ممكن نستخدم قانون الغاز المثالي اللي احنا خدناه قبل كده، اللي هو بيقول لي تمام، اللي بيقول ان البي في بيساوي ان ار تي في استخدام اوجد اي قيمة من قيم المتغيرات الاربع اللي هي البي والفي والتي والان، اللي هي الضغط والحجم ودرجة الحرارة وعدد المولات. إذا كان في 3 قيم موجودين معروفين بالنسبة لي، ممكن تمام أجيب القيمة الإيه الرابعة، وأنا عندي القيمة R طبعا الثابت عندنا موجود، يبقى البي في بيساوي إن آر تي. القانون اللي قدامنا ده اللي هو البي في بيساوي إن آر تي، ممكن أستخدمه علشان أحسب الكتلة المولية والكثافة لعينة من غاز. أول حاجة عندي إزاي هحسب الكتلة المولية، إزاي أحسب الكتلة المولية ليه؟ يبقى دي نمرة واحدة إيه؟ رقم واحد، إزاي أحسب الكتلة المولية وأجيبها من قانون الغاز المثالي، لأن قلنا قانون الغاز المثالي اللي هو بيقول لي إن البي بي في بيساوي ان ار تي، يبقى البي في بيساوي ان ار تي زي ما هنا اهو، يبقى البي في بيساوي ان ار تي. خدنا قبل كده اللي هو الان بيساوي ايه، الان بيساوي، يبقى الان بيساوي الام، حيث ان الام سمول ده ايه، دي اسمها الكتلة بالجرام او الكتلة، كتلة المادة، الكتلة العادية تمام، والام كابيتال دي هي الكتلة المولية، الكتلة المولية، يبقى الام كابيتال اللي هي الايه الكتلة المولية، يبقى الام كابيتال اللي هي الكتلة المولية. ماشي شباب، كل اللي احنا عملناه ان احنا هنشيل تمام الام على الفي، الام كابيتال، الام سمول على الام كابيتال، ونحط مكانها او نشيل الان ونحط الام كابيتال، الام سمول على الام ايه كابيتال، ونعيد ترتيب المعادله من تاني، اللي هي الام بتساوي ام ار تي على بي في. تمام يا شباب، تعالوا نروح كده نشوف ازاي نعمل الجزئيه دي. يبقى أول حاجة بنكتبها يا شباب، بكتب عندي أهو الـ BV ده اسمه قانون الغاز المثالي، BV بيساوي NRT، يبقى الـ BV بيساوي NRT. أنا عندي الـ N، خدنا الـ N قبل كده، بما إن الـ N الـ N أهي هتساوي إيه؟ الـ N لو إحنا فاكرين قبل كده واخدين إحنا المثلث، قلنا في المثلث ده هو هنكتب ان هنا هو عدد المولات، عدد المولات اللي هنرمز لها بالرمز ان، هنا هو عدد المولات بيساوي ايه، عدد المولات بيساوي الكتلة بالجرام او الكتلة هي بالجرام اللي هي ام سمول على الكتلة المولية، الكتلة المولية اللي هي كتلة 1 مول يعني من المادة من الغاز، الكتلة المولية ان احنا هنرمزها بالرمز ام كابيتال، يبقى اذا ان هتساوي ام سمول على ام كابيتال، ان بتساوي ام سمول على ام كابيتال، حيث الام سمول دي هي الكتلة بالجرام والام كابيتال هي الكتلة الايه الكتلة المولية. كل اللي احنا هنعمله احنا هنشيل الان وهنحط قيمتها مكانها، هنقول البي في، يبقى هقول اهو البي في
بي في بيساوي ام سمول على ام كابيتال مضروبة في الار تي. هعدل بس، هودي الام الناحية التانية واجيب البي في مكانها، يبقى اذا الام اللي هي الكتلة المولية هتساوي ام ار تي على بي في. يبقى دي هنا من القانون ده اهو بحسب، تمام، الكتلة دي اسمها الكتلة المولية، يبقى دي اسمها الكتلة المولية. يبقى هنا علاقة زي ما نقول كده اهو، ده علاقة الغاز او قانون الغاز المثالي بالكتلة الايه؟ بالكتلة المولية. يبقى نقول كده هو العنوان عندنا، هو نقول الغاز المثالي، الغاز المثالي والكتلة المولية. هل ممكن استخدم القانون ده هو في انني اجيب الكثافة؟ هل ممكن استخدم القانون في ان احنا نجيب الكثافة؟ خلي بالك كده، احنا كده دلوقتي وصلنا الى اخر حاجة عندنا اللي هي الام بتساوي ام ار تي على بي في. يبقى الام بتساوي، يبقى القانون اللي احنا وصلنا له في النهاية ام اللي هي الكتلة المولية بتساوي، تمام، ام ار تي على البي في. كل اللي انا هعمله ان انا هقول اهو الام بتساوي الام على الفي في الار تي على بي، ار تي على بي. كل اللي انا عملته بس ان انا شلت الام على الفي ده هنا، الام على الفي هي وحطيتها. ممكن عادي اوصل ده عادي اهو، يبقى الام ار تي على الفي بي بدل البي في، كتبت الايه؟ الفي بي. طب ايه العلاقه ما بين الام والفي؟ علاقه ما بين الام والفي، الام دي اللي هي الكتله والفي اللي هو الحجم. يبقى الام اللي هي الكتله والفي اللي هو الحجم. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان الدي اهي، دي بتساوي الام على الفي. الدي اللي هي ايه؟ الدي اللي هي الكثافه. يبقى الدي اللي هي الكثافه، يبقى من القانون ده هو انا هقول ان الام اهي هتساوي الدي دي في الار تي على بي، دي في الار تي على ايه؟ على بي. طيب انا عايز الدي، عايزين نطلع الدي، يبقى الدي هتساوي الام في البي على ار تي. يبقى حيث الدي دهيا، انا اقول الدي دهيا هي الايه؟ الدي دي هي الكثافة. ومن هنا بالفعل العنوان اللي هيبقى عندي الغاز المثالي والكثافة، الغاز المثالي والكثافة. يبقى انا هنا اهو من قانون الغاز المثالي قدرت اجيب الايه؟ قدرت احصل على الكثافة. يبقى احنا عندنا حاجتين دلوقتي، ان انا بستخدم قانون الغاز المثالي في ان انا بحصل على الكتلة المولية، وبستخدم قانون الغاز المثالي في ان انا بحصل على الايه؟ بحصل على الكثافة. طيب يبقى انا كده حصلنا على الايه؟ على الكثافة. يبقى الام او الدي بيساوي، الدي بيساوي، الدي بيساوي الام بي على الار تي. نرجع تاني يا شباب كده،
يبقى دي بيساوي الام بي على الار ايه على الار تي. خلاص من يعني عشان تبقى متأكد ان الدي هي اللي هي الكثافة بتساوي ام بي على الار تي. احنا ليه بنستخدم الكثافة؟ لماذا تحتاج الى معرفة الكثافة، كثافة الغاز؟ احنا بنحتاج معرفة كثافة الغاز ليه؟ ليه بندور على كثافة الغاز؟ يبقى احنا ليه بندور على كثافة الغاز؟ تمام؟ يبقى لما بيجوا يدوروا على طريقة لإطفاء الحرائق بتعتمد الطريقة دي على إن احنا نمنع غاز الأكسجين من الوصول للمادة المحترقة من خلال تغطية الغاز، تغطية الحريق يعني بغاز آخر لا يحترق ولا يساعد على الاحتراق. يعني معنى كده إن احنا يجب إن احنا تكون كثافة الغاز أكبر من كثافة الأكسجين اللي بيحل محله. يبقى محتاجين إن احنا نحسب كثافة الأكسجين، محتاجين نحسب كثافة الغازات اللي احنا نستخدمها، زي مثلا استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون اللي هي في طفاية الحريق. يبقى طفاية الحريق بيحتوي على ثاني أكسيد الكربون. ليه ثاني أكسيد الكربون؟ لأن ثاني أكسيد الكربون ده هو بيحل محل الأكسجين، كثافته أكبر من الأكسجين. الحاجة التانية لأنه لا يشتعل. الحاجة التالتة لأنه له تأثير مبرد نتيجة تمدده السريع بمجرد إيه؟ بمجرد إطلاقه. يبقى ده بالنسبة لاستخدام مين؟ استخدام ثاني أكسيد الكربون في طفاية الإيه؟ في طفاية الحريق. بعد كده عندنا الغاز الحقيقي، عنوان الغاز الحقيقي والغاز المثالي. إيه هو الغاز الحقيقي وإيه هو الغاز المثالي؟ يبقى إيه هو الغاز الحقيقي وإيه هو الغاز المثالي؟ الغاز الحقيقي ده مصطلح أهو، مصطلح الغاز الحقيقي هيطلق على الغاز اللي هيتبع تمام فرضيات نظرية الحركة الجزيئية اللي احنا خدناها العام الماضي أو اللي في الترم الأول، يعني اللي خدناها في الفصل الدراسي الأول. إيه هي الفرضيات دي؟ يعني يبقى ده هو، يبقى الفرضيات بتقول إن حجم جسيمات الغاز المثالي يكاد يكون معدوم. يبقى دي الفرضية رقم واحد. خلي بالك احنا بنتكلم على فرضيات، نتكلم على فرضيات. الفرضيات ده هي هنشوفها لما نيجي نطبقها في الواقع هتبقى موجودة ولا مش موجودة. حجم يبقى دي حجم الجسيمات لا يشغل حيز، لا توجد قوة تجاذب بينها، يبقى دي رقم اتنين، مفيش قوة تجاذب، لا تتجاذب مع جدران الوعاء الموجودة فيه ولا تتنافر معه، يبقى دي رقم ثلاثة. يبقى رقم ثلاثة لا تتجاذب مع جدران الوعاء الموجودة فيه ولا تتنافر معه، بتتحرك حركة عشوائية في خطوط مستقيمة تمام حتى يصطدم بعضها ببعض أو بجدار الوعاء، ومعنى كده إن التصادمات مرنة، يبقى دي رقم خمسة تمام. يبقى رقم خمسة معنى كده التصادمات إيه؟ مرنة. وبعد إيه الحاجة الأخيرة؟ إيه إن الغاز المثالي يتبع قوانين الغازات تحت كل الظروف من الضغط ودرجة الإيه؟ درجة الحرارة. هل ممكن يبقى موجود؟ يبقى ده هي اسمها ده هما اسمه الخواص اللي المفروض تكون موجودة في الغاز المثالي، الفرضيات بتاعة الغاز المثالي. لكن في الحقيقة يبقى ده اسمه تمام الغاز المثالي، في الحقيقة إن مفيش حاجة اسمها غاز مثالي، ليس هناك غاز مثالي. ليه؟ لأن جسيمات الغاز لها حجم، والحجم ده هو مع إنه صغير بس أهو جسيمات الغاز لها حجم وإن كان صغير، توجد بينها مساحة قوة تجاذب، يبقى دي رقم اتنين، تصادمات فيما بينها وبين الوعاء ليست مرنة. على الرغم من كده بتسلك معظم الغازات سلوك الغاز المثالي في نطاق واسع من الضغط ودرجة الإيه؟ درجة الحرارة. يبقى ده هنسميه ده اسمه الغاز الحقيقي. يبقى ده اسمه الغاز الحقيقي أو الريال جاز، واللي فوق اسمه الغاز المثالي أو الأيديال جاز. يبقى الفرق بينهم إن الغاز المثالي ده فرضيات، دي يعني عبارة عن إيه؟ عن فرضيات فرضيتها نظرية الحركة الجزيئية لما جم يطبقوها على الواقع
وجدوا بالفعل ان في حاجات كتير مش موجوده. عشان كده ما فيش حاجه اسمها ليس هناك غاز ايه، ليس هناك غاز مثالي. ماشي يا شباب، يبقى ده الفرق ما بين الغاز الحقيقي والغاز الايه، والغاز المثالي. بعد كده عايزين نشوف اقصى ضغط ودرجه ايه، ودرجه حراره. متى يكون، امتى يكون الغاز المثالي غير مناسب للاستخدام مع الغاز الحقيقي؟ بنقول ان معظم الغازات الحقيقية بتحب في سلوكها عن الغاز المثالي مع الضغط، عند الضغط العالي ودرجات الحرارة المنخفضة. ودرجات الحرارة الايه؟ المنخفضة. تمام، يبقى بنقول إن معظم الغازات الحقيقية بتحيد في سلوكها عن الغاز المثالي عند الضغط العالي ودرجات الحرارة الإيه؟ المنخفضة. وعندنا أكتر مثال على كده، اللي هي عندنا غازين اللي هما غاز النيتروجين وغاز الإيه؟ وغاز البروبان. تمام؟ غاز النيتروجين وغاز البروبان، نشوف ده التانك بتاع النيتروجين. بيتحول غاز النيتروجين إلى سائل عن درجة حرارة سالب 196 درجة مئوية، وبيستخدمه العلماء في حفظ العينات الإيه؟ البيولوجية، زي أنسجة الإيه؟ الجسم. أما التانك أو اللي هو التانك بتاع البروبان اللي موجود في المنازل أو في العمارات يعني، بنقول إن ممكن نستخدم كمية من البروبان السائل أكبر 270 مرة منها في الحالة الغازية في الحجم نفسه، وتستخدم للصوانات دهيا في عملية الإيه؟ الطهي في المنازل. شوف هنا بعد كده عندنا حاجة اسمها القطبية وحجم الجسيمات. بنشوف إن كلما كان الغاز قطبي، كلما كان التجاذب ما بين الجسيمات هيبقى ايه؟ اكبر. تمام، وكل ما كان حجم الجسيمات اكبر، كل ما كان برضه يعني زي ما نقول الجسيمات الكبيرة. يبقى اول حاجة القطبية وحجم الجسيمات، خلينا نشوفها تاني. يبقى القطبية وحجم الجسيمات، نشوف اول حاجة اذا كان قطبي ولا غير قطبي. نقول القطبي زي مثلا المية، والغير قطبي زي الهيليوم. فبنقول إن ما بين الجسيمات، جسيمات الغاز القطبية بتوجد قوة تجاذب أكبر من القوة اللي بتوجد ما بين جسيمات الغازات غير القطبية. تمام كده؟ كمان بتشغل جسيمات الغازات الغير قطبية الكبيرة الحجم البيوتان حيز أكبر من الحيز اللي بيشغله عدد مماثل من جسيمات غاز صغير، غاز صغيرة الحجم زي الايه؟ الهيليوم. عشان كده بتميل جسيمات الغاز الكبيرة للابتعاد عن السلوك المثالي أكثر من جسيمات الغاز الصغير. يبقى كل ما كان قطبي، كل ما كان هيبتعد عن سلوك الغاز المثالي، وكل ما كان حجمه أكبر، كل ما هيبتعد عن سلوك الغاز الايه؟ المثالي. يبقى التجاذب ما بين جسيمات الغاز الغير قطب ضعيف، بينما يكون التجاذب بين جسيمات الغازات القطبية زي بخار المية بيكون ايه؟ بيكون قوي. يبقى لما يقول لي مين اللي التجاذب فيه أكبر، اللي بخار المية ولا الهيليوم، يبقى هنقول بخار الايه؟ بخار الماء تجاذب فيه هيكون ايه؟ تجاذب فيه هيكون أكبر. وبالتالي وهيبتعد أكتر عن سلوك الغاز الإيه؟ عن سلوك الغاز المثالي. الحاجة التانية، طيب كل مثلا ما بين البيوتان والهيليوم، البيوتان هيكون حجمه أكبر تمام من الهيليوم، وبالتالي هيكون برضه هيبتعد في سلوكه أكتر عن سلوك الغاز الإيه؟ الغاز المثالي، عن سلوك الغاز الإيه؟ المثالي. يبقى ده العنوان، آخر عنوان معانا اللي هي القطبية وحجم الإيه؟ وحجم الجسيمات.